الأدب. خسوف بدر الدين هي رواية الكاتب فلسطيني معاصر. فمن هو؟ اتنشرت 2018 رواية تاريخية بتدور أحداثها في القرنين 14 والخمستاشر. الكاتب ده حاصل على جائزة البوكر 2024. محمود إجابتك؟ ربع المدهون. ربع المدهون كسبها 2016. إجابة خاطئة. في إجابة؟ باسم الخندقشي. باسم خندقشي. فكرت يا عمر. عمر إجابة صحيحة. برافو يا عمر، 20 نقطة. 140 كوين، 90 مغاغة. كده مغاغة لازم تجاوبوا السؤالين اللي جايين علشان تتعادلوا، وفي الحالة دي نلعب على الهدف الذهبي. السؤال الثالث مريم. مريم محمود اتفضل يا مريم، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا مريم. جغرافيا. سؤال بـ20 نقطة، لأن أنتوا خدتوا الجوكر في السؤال الأول. تمام. لو الإجابة صح ألف مبروك إلى دور الـ16، لو الإجابة غلط فرصة مغاغة الجديدة إنها تفضل في المباراة. جغرافيا، والسؤال هو جغرافيا. تقع هضبة أدموا في نيجيريا ودولة أخرى، فما هي؟ تصل الارتفاع 2650 متر. اتسمت على اسم مؤسس إمارة الفلاني في نيجيريا. عمر لو إجابتك صح مبروك التأهل لدور الـ16. غانا. غانا مفيش حدود بينها وبين نيجيريا. إجابة خاطئة. لو أنتم مذاكرين الخريطة هتجاوبوا صح. محمود. غينيا. محمود عبد الدايم إجابة خاطئة. نيجيريا والكاميرون. أيوة صح، الكاميرون. كاميرون. كاميرون. أقدر أقول هارد لك لمغاغة الجديدة المنيا. وألف مبروك كوين إلى دور الـ16. ألف مبروك.